إما لتأمين الفوز أو لبحث فرصة التعديل من جانب فريق أولمبيك أسفي. ضربة زاوية أخرى في تنفيذ اللاعب عادل كروشي مسجل الهدف السابق والهدف الوحيد في المباراة لحد الآن. كرة داخل منطقة الجزاء، ضربة رأسية من طرف اللاعب عادل الرامي، الأخذ والرد. أوه جميلة 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 جدا. أوه هدف جميل من طرف اللاعب ليس مويتيس. ليس مويتيس يفاجئ الجميع بضربة مقص ولا أروع ولا أجمل، ويعني يخرجنا من رتابة هذا الشوط الثاني، يعني بعد مجموعة من يعني لحظات الأخذ والرد في يعني هذا الشوط الثاني يتمكن بضربة مقص جميلة جدا من تسجيل الهدف الثاني في المباراة. هدف، وقبل أن أتحدث عنه، يعني هدف الاطمئنان أو هدف التعديل، ياتي يعني هدف على الاطمئنان يعني مؤقتا لفائده فريق الرجاء البيضاوي بضربه مقص جميله جميله جدا. نتابع الاعاده، يعني كانت هفوه، يعني ما كانت سرعه من طرف لاعبي فريق الاولمبيك في ابعاد الكره من داخل منطقه الجزاء، يستغلها الكونغولي ليس مويتيس اللاعب السابق للوداد والموقع في كشوفات الرجاء هذا الموسم، يسجل الهدف الثاني لفائده الرجاء، هدفان دون مقابل.